نتابع مع حضراتكم تدريبات الفريق واستعداداته الاخيره. يمكن زميلنا كريم احمد موجود في النادي الاهلي في الجزيره وتابع الدقائق الاولى من التمرين، اعتقد انه ممكن يدينا ملامح وشكل استعدادات، وخصوصا فيما يتعلق بالوجوه اللي ممكن تظهر. في كلام على انه طاهر ممكن يكون جاهز لمباراه بكره، اعتقد منعم بيرسيتاو ممكن يكونوا بعاد شويه، لكن كريم هيدينا تفاصيل اكتر. خلينا نستقبل كريم. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب ايضا كمان بكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني مش هضيف على كلامك كتير، مباراه مهمه جدا الحقيقه في مباراه بطوله كاس مصر. زي ما قلنا مباراه النوك اوت يعني محتاجه تركيز كبير جدا ومحتاجه ترتيب اكبر كمان من الجهاز الفني. يعني سموحه طبعا ضيعت مننا نقطتين، لكن مباراه الكاس مختلفه بشكل كبير جدا، محتاجه بذل جهد كبير من لعيبه النادي الاهلي، ودي الحاله الحقيقه اللي احنا لامسينها. يعني بعد التعادل الاخير وبعد المباراه الاخيره يعني كل اللعيبه فتحت صفحه مع بعض وتعهدت على هذا الامر، ان لابد المرحله القادمه بالتاكيد تكون من نصيب النادي الاهلي، سواء مباراه بطوله الكاس او ايضا كمان مباراه الزمالك. بنتمنى ما يبقاش في التفكير فيها بشكل كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، كل اللعيبه بالتاكيد هيكون في جزء، لكن مش عايزين جزء اكبر، وده اللي احنا بناكد عليه. بالخبرات الكبيره اللي متواجده مع لعيبه النادي الاهلي المباراه دي هتكون مهمه جدا. مباراه سموحه هتفتح معاك يعني ابواب كثيره جدا لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اللي هتستعيد الثقه من جديد، وايضا كمان لسلسله الانتصارات، وتقفل صفحه الكاس وتبدا تبص بشكل كبير وبشكل قوي وجدي جدا لمباراه الزمالك. النهارده يمكن تدريب فريق النادي الاهلي كالعاده المحاضره الفنيه المعتاده من مستر مارسيل كولر اللي اكد على اهميه المباراه، لابد يكون في جديه كبيره جدا وتركيز، نلعب بقلبنا وبشخصيتنا وبروح النادي الاهلي، كل الامور هتكون سهله، الرغبه موجوده لكن توفيق ربنا اللي بنامله في كل مباراه يكون معانا. لكن كل اللعيبه مركزه بشكل كبير النهارده، يمكن زي ما قلت لك التدريب بدا باكثر من فتره، فقره نوعيه طبعا فيها التدريبات، وهيختتم النادي الاهلي كالعاده بركلات الترجيح. يمكن مستر مارسيل كولر مستمر على هذا الامر في خلال 48 ساعة الماضية، طبعا يعني تحسبا ان يكون المباراة تنتهي بعد الوقت الاضافي بركلات الترجيح، لكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله بحضور جمهورنا الداعم والساند القوي جدا لفريق النادي الاهلي ان احنا نقدر نحسم هذه المباراة رغم التكتلات الدفاعية اللي هنشوفها وغلق المساحات وكل الامور الحقيقة المعتادة باي فريق بيلاعب النادي الاهلي، لكن ثقتنا كبيرة ان شاء الله في كل اللعيبة، انصاف الفرص مهمة جدا، الكرة الثانية مهمة جدا، الشخصية مهمة جدا، كل ده بالنادي بيه وجمهور النادي الاهلي بينادي بيه، فان شاء الله كولر يكون قاري بشكل كبير جدا المباراة، موزع الجيم بشكل كبير، تغييراته كمان تكون مهمه جدا. يمكن كريم خليني احمد ذكرت طبعا خليني اكلمك اكتر على فريق النادي الاهلي، عايز اكلمك اكتر على اللعيبه اللي ممكن تكون هتظهر او فيها فرصه للمشاركه بكره، بحكم ان دي المباراه كمان الاخيره اللي قبل ماتش الزمالك، فمن الوارد انه الجهاز الفني يحتاج انه يجرب او يجهز لعيبه بالذات في خط الدفاع. هل انا شفت يمكن اللقطه اللي فاتت ايمن اشرف ظاهر على في الصوره، هل ايمن اشرف جاهز للمشاركه؟ واعرف منك موقف المصابين، لانه كان اتقال كلام انه طاهر اعتقد اصبح جاهز للمشاركه، يتبقى الرؤيه الفنيه لمستر كولر، حسابات عبد المنعم، حسابات بيرسيتاو، هل ممكن يكونوا جاهزين ماتش بكره ولا قدامهم وقت شويه؟ يعني منعم وطاهر باللي احنا شايفينه طبعا ومن خلال التدريبات ومن خلال ايضا كمان الجرعه التدريبيه الكامله ان شاء الله يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي، الدفع من العدو طبعا في التشكيل ده امر خاص طبعا بالجهاز الفني، لكن جاهزين ان شاء الله باذن الله لمباراه الغد. بيرسيتاو يمكن نقدر نقول لسه شويه، الراجل يمكن نزل التدريبات خلال الايام الماضيه، لكن انت عارف طبعا محتاج ان هو ياخد جزء تدريجي في التدريبات ثم جرعه تدريبيه كامله، ومن بعدها ان شاء الله يتم الدفع بيه. الثلاثي ايضا كمان سواء كريستو خالد مروان عطيه ان شاء الله يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي، ويمكن بناكد على هذا الامر لان دورهم مهم جدا، وحتى التوقيت حتى لو قليل التوقيت انت محتاجه في المباراه القادمه. فان شاء الله باذن الله سيناريو المباراه يكون في صالح النادي الاهلي، يقدر كولر ان هو يشرك كل اللعيبه، لان اللعيبه دي هتفيدنا بشكل كبير جدا سواء في مباراه الزمالك بعد كاس مصر وايضا كمان في كاس العالم للانديه. الحاله مطمئنه، يمكن كل اللعيبه يعني طاهر لسه منتظرين طبعا القائمه، كل اللعيبه بتادي بشكل كبير التدريبات الجماعيه، ودي اللي بتدينا مؤشر ان خلاص انت بتادي جماعي وبتاخد الجرعه التدريبيه اللي فيها شوتينج وكروسات وسبرنتات، فبننتظر ان شاء الله باذن الله القائمة تعلن ان شاء الله عقب انتهاء التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي اليوم على ملعب مختار التتش. الامور مطمئنه زميلي احمد، ينقصنا التوفيق وينقصنا دعم جمهور النادي الاهلي اللي هيكون ان شاء الله باذن الله كالعاده سر النجاح في مباراه الغد بمشيئه الله. كريم احمد زميل عزيز طبعا من نادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على تفاصيل تمرينه الاهلي، اللمسات الاخيره والتدريبه الاخيره قبل مواجهه سموحه.